أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 هو اليوم الذي حولت فيه مصر الجرح وألامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان مانعاً بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء. وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر. أتقدم إليكم بخالص التهنئة في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973 عيد القوات المسلحة، يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية. إن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر. قيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق، التخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئاً إلا وتحوط له بما يلزم، التنسيق المنظم الذي يستغل جميع القدرات والإمكانات فيصل بأداء المنظومة إلى أعلى درجاتها، والتنفيذ المنضبط الراقي في أدائه والمبهر في نظامه وترتيبه، والروح الوطنية القتالية.